السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم شيوات سهلة وأفكار مفيدة. الفيديو ديال اليوم غادي يكون خفيف ظريف، غادي نشارك فيه معكم عصير بمجموعة من الفواكه، ولكن الفاكهة الأساسية فيه هي فاكهة الكاكي، اللي هي فاكهة موسمية ذات فوائد ومنافع كثيرة، ومن الضروري أننا نستغلها في الموسم ديالها، نتناولها في العصائر أو التحليات أو لا أي حاجة ممكن نستعملها فيها. اليوم أنا غادي نوظفها في العصير، تابعوا معي الفيديو حتى النهاية، غادي نشوفوا الطريقة ديالو والفواكه اللي غادي نستعملوها مع هذه الفاكهة. لكن قبل من ذلك، إلا كنتوا أول مرة كتصادفوا القناة، ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش توصلوا دائما بجديد القناة وجاي من الفيديو، والرأي ديالكم في القناة أو في المحتوى ديال القناة في التعاليق. غادي نستعمل في هذا العصير الفواكه التالية اللي فيهم الكاكي، تفاح، بنان، فريز، والبرتقال أو الليمون. بالنسبة للكمية تتبقى اختيارية أو لا كتبقى حسب الكمية ديال العصير اللي بغينا نوجده أو حسب أفراد الأسرة. بالنسبة لي أنا خديت حبة من كاكي وتفاح والبنان وجوج حبات من الفريز، نقدروا نكتفي فقط بحبة واحدة تتعطينا غير اللون والمذاق ديال الحموضة في العصير، اللي تقدروا تعوضوها بمعلقة ديال العصير الحامض. وبالنسبة للبرتقال أنا خديت هذه الكمية وعصرتها، وهنايا الفواكه من بعد ما نقيتهم كما كتشوفوا هنا عندي الفاكهة ديال الكاكي تكون طيبة وتجينا حلوة، ما نحتاجوش نزيدوا السكر في العصير بزاف. غادي ناخد الفواكه من بعد ما نقيتهم، غادي نديرهم في الخلاط كلهم بدقة واحدة. هذه فقط طريقة من بين طرق الكثيرة اللي تنوجدوا بها العصير ديال الكاكي، وان شاء الله في الفيديوهات الجاية غادي نشارك معكم جميع الفواكه اللي تنضيفها او الاضافات اللي تنديرها مع هذا الكاكي في العصير. هنايا غادي نزيد العصير ديال الليمون، الكمية تتبقى على حسب الفواكه الاخرى، ونقدروا ايضا نطحنوا هذا العصير بالحليب، ولكن من الاحسن دائما في العصائر اننا نطحنوهم بالليمون او لغي بالماء فقط باش يجيونا صحيين اكثر. وغادي نطحن هاد العناصر كامله مزيان حتى كيتنيلوا ليا الفواكه، وغادي نزيد المقدار الكافي ديال السكر. انا هنا فقط درت جوج المعالق كبار، تقدروا تستغناو على السكر وتقدروا تزيدوا حسب الذوق. وغادي نعاود نطحن مازال دوره اولا جوج دورات باش يذوب ليا السكر. وهذا هو العصير واجد كما كتشوفوا، تيجي خاطر والمذاق ديالو زوين، عصير ديال الكاكي. وهذه فرصه باش نستفدوا من الفاكهه، من الفوائد ديالها والمنافع ديالها، بالاضافه انها تتعجب الوليدات الصغار. نتمنى تكون عجبتكم لا فيديو ديال اليوم، شاركت معكم عصير ديال الكاكي باضافه بعض الفواكه. شكرا لكم على المتابعة، شكرا على مشاهدة الفيديو. ما تنسوش جيم الرأي ديالكم في التعاليق، وإلا كنتوا أول مرة كتصادفوا القناة ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس. نتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.